وفي يوم 25 إبريل سنة 1966 راح منير وليزا طبعا، واللي ما كانتش بتسيبه لحظة للمطار، في طريقهم لتل أبيب. وسرح منير في حياته وفي البلد اللي عاش فيها، وبدأ يفتكر شوارع بغداد وناسها، واسترجع ذكريات حياته كلها والتعب اللي شافه وأسرته وزوجته وولاده، وما بقاش عارف هو اللي بيعمله ده صح ولا ايه. هيبيع وطنه مقابل ايه بالظبط؟ عشان ليزا تفضل جنبه ولا علشان المليون دولار؟ وبقى يسأل نفسه، هي العراق ما ادتنيش ايه؟ ادتني مرتب كبير قدرت اصرف بيه على اسرتي واخواتي لحد ما اتعلموا في المدارس والجامعات، وكانت بتعالج اسرتي في المستشفيات مجانا، ودخلت اخواتي الكليات اللي كانوا عاوزينها، وما اشترطوش يكونوا جابوا مجموع كبير عشان انا طيار وبخدم بلدي، يبقى ليه ابيعها؟ الحقيقه انه كان في حيره كبيره ومش فاهم بالظبط ايه اللي بيعمله ده، بس للاسف كل ده ما خلاهوش يتراجع عن قراره، لان ليزا كانت معاه. وسافر منير على طياره العال لاسرائيل باسم عزرا موران برزكاي، وفي مطار اللد في اسرائيل استقبلوا ضباط الموساد استقبال باهر، وعملوه معامله كبار الزوار، واخدوه هو وليزا ووصلوهم لفيلا فخمه هتكون مكان اقامتهم في اسرائيل. طبعا منير كان لسه فاكر ان ليزا بريطانيه، وما كانش عارف انها عميله للموساد. المهم كان في استقباله ابو داود وابو موسى، وسابوه الليله دي. وتاني يوم الظهر جالوا ابو داود ومعاه اتنين من ضباط الموساد، وخدوه لمقابله مائير عميد في مبنى الموساد، واللي كان معاه كبار المستشارين والضباط. ما تكلموش معاه على طول في موضوع الميج 21، كان كلام عادي عن الجو في اسرائيل وحريه العباده فيها. وكان عميد حريص على حضور بعض ضباط الموساد من يهود العراق، يعني علشان الجلسه تكون وديه وما يحسش منير باي غربه. وفي نهايه الجلسه قال له عميد انه هيقابل رئيس الوزراء بكره. وتاني يوم كان عميد في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي اشكول، بحضور وزير الدفاع شيمون بريز، ورئيس الاركان اسحاق رابين، ومردخاي هود قائد سلاح الجو الاسرائيلي، والكل كان في انتظار وصول منير. فسأل رئيس الوزراء عميد عن تفاصيل المهمة والشرط اللي قالهم منير عليه علشان يجيب لهم الميج 21، وهو خروج أسرته من العراق في نفس يوم هروبه، وإيه خطته في خروجهم. لكن عميد جاوبه بأن لسه مفيش خطة نهائية لخروج عائلة منير من العراق، بس أكد له أنهم أكيد هيلاقوا طريقة مناسبة. لكن قائد سلاح الجو الإسرائيلي مردخاي قال أنا قلقان من اعتراض الميج السورية لمنير في الجو. فتعصب رئيس الوزراء وقال له أمال لازمتك أنت إيه؟ أنت مهمتك حماية الميج 21 العراقية في الجو لحد ما توصلها لنا هنا، وإلا هتتحاكم عسكريا وهيتم فصلك من الخدمة العسكرية نهائيا. وفي اللحظة دي دخل مدير مكتب رئيس الوزراء بيبلغهم بوصول منير، وتم استقباله بتأدية التحية العسكرية من 18 جنرال، وسلم عليه رئيس الوزراء بترحاب كبير وقال له أهلا بيك في وطنك، أنا متأكد إنك هتحب إسرائيل أكتر من أي مكان تاني. المهم بعد ما تكلمه أكد له رئيس الوزراء إنه هياخد المليون دولار اللي وعده بيها أبو داود في باريس. وبعد ما انتهت المقابلة واللي كانت لمدة نص ساعة، خرج منير من المكتب وهو مطمن انه هياخد الفلوس اكيد. والمدة 5 ايام قضاها منير في اسرائيل كان بيجتمع مع مردخاي قائد سلاح الجو، واللي اخده للقاعدة الجوية اللي هينزل فيها بالميج 21، وكلمه عن المسائل الفنية الخاصة بالممر الجوي والارتفاع في الاجواء الاردنية وتردد اللاسلكي، وازاي يتعامل مع الطيران السوري في حالة اعتراضه في الجو، وازاي كمان يهرب من زملاء الطيارين العراقيين بالميج 21 الى اخر التفاصيل.
بعدها أخدوه في جولة يتفرج فيها على شوارع إسرائيل وميادينها وأحيائها، واختار منير بنفسه الفيلا اللي هيسكن فيها هو وأسرته بعد ما يجي إسرائيل بالطيارة. وبعد نهاية الخمس أيام رجع عزرا موران أو منير روفا هو وليزا على باريس من تاني. بس قبل ما يسيب منير تل أبيب، سلم عميد قايمة بأسماء أسرته كلها، وسجل رسائل صوتية بصوته ليهم، وكتب لهم جوابات بخط إيده بيطلب فيهم منهم إنهم يروحوا مع اللي هيدلهم الرسائل دي ومن غير ما يسألوه هم رايحين فين. وكمان اتفقوا مع منير على وسيلة اتصالهم بيه لما يتم نقله للقاعدة الجوية القريبة من بغداد، ولما يحدد ميعاد وصوله إسرائيل بالميج 21. المهم قضى منير يومين في باريس ورجع على بغداد يوم 3 مايو سنة 1966، طبعا بعد ما وعدته ليزا انها هتستناه في اسرائيل، وما كانش عارف انه مش هيشوفها تاني ابدا لان عاملة الموساد انهت مهمتها خلاص. وفي نفس الوقت كان لقى عميد رئيس الموساد طريقة خروج اسرة منير من العراق، وهي عن طريق جوازات سفر عليها تأشيرات طبعا مش حقيقية بغرض سفر الأسرة للتصييف في إيران. وقدم منير الشهادات الطبية اللي دبروها له الموساد لقيادته في القاعدة الجوية، واللي بتثبت بعد عرضه على الدكاترة في فرنسا إن سبب الصداع اللي بيجيله ده نفسي بسبب عمله في مكان بعيد عن أسرته وعن والده المريض واللي كان رجع من الخليج من فترة، وعشان كده بيطلب نقله للقاعدة الجوية القريبة من بغداد عشان يكون جنب والده المريض. واقتنع فعلا الأطباء العسكريين بالتقرير واللي اتكتب فيه، وكتبوا تقريرهم بضرورة نقله بالقرب من بغداد بسبب حالته النفسية. وبعد شهرين عرف انه هيترقى قريب وهيتنقل ساعتها للقاعدة الجوية بالقرب من بغداد. ويوم 13 يونيو أخذ منير أجازة أسبوع قضاها مع أسرته وفهمهم إنه هيتنقل لقاعدة جنبهم، وساعتها هياخدهم يقضوا أجازة المصيف على شط بحر قزوين في إيران. وقال لهم ما يقولوش لحد على الخبر ده، وإنه بلغ أسمائهم لقيادته، يعني مهد لهم علشان لما يجي لهم مندوب الموساد برسائله وياخدهم يروحوا معاه. ويوم 25 يوليو صدر قرار بترقيته لقائد سرب. بعدها تم نقله للقاعدة الجوية القريبة من بغداد، واستلم منير وظيفته الجديدة. ويوم 6 أغسطس نشر منير إعلان في جريدة عراقية مشهورة بيقول فيه إنه فقد ظرف أبيض فيه تقارير طبية مهمة، وكتب رقم تليفونه علشان اللي يلاقيه يتصل بيه. والساعة 7:30 مساء في نفس يوم نشر الإعلان اتصل واحد بمنير وقال له حضرتك صاحب الإعلان؟ منير قال له أيوة. رد عليه الراجل وقال له أنا المهندس شاكر، وابني لقى الظرف اللي قلت عليه في الإعلان امبارح. فمنير شكره، والراجل سأله امتى أقدر أقابلك؟ فقال له بكرة الساعة 10 مساء بشارع الحمادي قدام محل أورفو، المكان والوقت مناسبين ليك؟ رد الراجل وقال له مفيش مشكلة، بس ممكن تديني مهلة ساعة عشان أقدر أوصلك؟ التاني قال له تمام، وانتهت المكالمة. الإعلان اللي نشره منير كان في حقيقته وسيلة اتصاله بالموساد، والمكالمة اللي جات له كانت عبارة عن رسالة مشفرة بيبعتها للموساد واللي كان اتفق عليها معاهم وهو في إسرائيل. الرسالة بعد فك شفرتها بتكون هطير ابتداء من يوم 10 ليوم 20 أغسطس من القاعدة الجوية ما بين الساعة 7 للساعة 8 صباحا، ومطلوب خروج أسرتي من العراق خلال الفترة دي. وصلت الرسالة للموساد واللي تحول لخلية نحل، وبدأوا يجهزوا كل حاجة لتأمين خروج منير بالميج 21 لحد ما توصل لإسرائيل. وأصدر الموساد أوامره لعملائه في بغداد
بخروج أسرة منير من العراق وبسرعة لإيران. ومن يوم 8 أغسطس وطيارين الميراج الإسرائيليين صدر لهم الأوامر بالطيران قرب الأجواء الأردنية ما بين الساعة 7 للساعة 8 صباحا، وهم مش فاهمين ليه. وتاني يوم كان مردخاي هود قائد سلاح الجو الإسرائيلي مقيم في قاعدة حتسريم الجوية في انتظار منير بالميج 21. ويوم 10 أغسطس الصبح اجتمع بطيارينه وقال لهم في طيارة ميج 21 عراقية هتقرب من أجواءنا عن طريق الأردن، ما تعترضوش طريقها، دي طيارة مسالمة، إياكم تصيبوها، إحنا عاوزينها سليمة. ويوم 11 أغسطس منير قال لأسرته إنهم يستعدوا للسفر لإيران للتصيف زي موعدهم بعد يومين، وإن واحد زميله هو اللي هياخدهم بالباص لأنه مسافر لإيران مع قائده وهيستناهم هناك. وتاني يوم سلم منير على أسرته ووصاهم إنهم يروحوا مع زميله ده، وأكد عليهم إنه هيستناهم في إيران، وراح للقاعدة الجوية. ويوم 13 أغسطس وصل الباص وفيه زميل منير زي ما قال لهم، واللي هو في حقيقته عميل من عملاء الموساد في العراق عشان ياخد أسرة منير حسب اتفاقه مع الموساد. وركبت الأسرة الباص طبعا بعد ما قروا جوابات ورسائل منير، وعبروا البوابة العراقية ووصلوا لطهران ونزلوا في فندق هناك. وبعد ما اطمن منير على وصول أسرته لإيران جات له مكالمة تليفونية مشفرة برضه، واللي سأل فيها منير اللي اتصل بيه عن معاد وصول أسرته لإسرائيل، ورد عليه المتصل إنهم هيوصلوا إسرائيل بعد ما توصل أنت هناك بالميج 21. وقال له منير إن معاد وصوله هيكون يوم 16 أغسطس. ووصل فعلا منير في اليوم ده لإسرائيل بالميج 21، وتحقق حلم إسرائيل أخيرا. طبعا الموساد ما صدقش نفسه من الفرحة وبلغ أمريكا في لحظتها، واللي بعتت 50 خبير في هندسة الطيران لفحص الطيارة. وبعد ما تأكد رجال الموساد في إيران من وصول منير لإسرائيل بالميج 21 بلغوا أسرته بالخبر وقالوا لهم إن في طيارة إسرائيلية جاية طهران عشان تاخدكم على إسرائيل، وإن منير في انتظارهم هناك. زوجته وأسرته ما صدقوش اللي بيقولوه رجال الموساد، الكلام كان صدمة بالنسبة لهم، وبدأت الأسرة كلها تبكي مش مصدقين اللي بيسمعوه. هو منير بيعمل إيه في إسرائيل؟ وأصرت زوجته إنها لازم تكلمه، لكن إخواتها الأربعة صمموا إنهم يرجعوا العراق تاني. وقدام إصرار زوجة منير تم الاتصال بإيران عن طريق مقر الموساد في بير 7. والحقيقة إن المكالمة كانت صعبة جدا، زوجته وأطفاله بيبكوا وهو سمعهم مش عارف يقولهم إيه. فزوجته قالت له أنت فين؟ وإيه اللي حصل؟ دول عاوزيننا نروح إسرائيل وبيقولوا إنك هناك. قال لها أنا هناك ولازم تيجوا، مش هينفع ترجعوا العراق تاني، السلطات هناك هيقبضوا عليكم. فزوجته قالت له ليه ده كله؟ انت عملت ايه في العراق؟ فرد منير وقال لها ما تضيعيش الوقت، انا هربت الطيارة ومش هقدر الا انا ولا انتم نرجع العراق من تاني، دول هيدوني مليون دولار وهنعيش هنا في غنى. بس زوجته قالت له حرام عليك، ضيعتنا معاك. الحقيقة ان المكالمة كانت صعبة جدا بالنسبة لمنير، واللي جات له حالة نفسية سيئة جدا في نفس اللحظة اللي كان بيحضر فيها المؤتمر الصحفي اللي بتعلن فيه إسرائيل عن حصولها على الميج 21، واللي طبعا كل الصحفيين اللي كانوا موجودين هناك صوروه. لكن منير ما قدرش يكمل المؤتمر ولا يجاوب على أسئلة الصحفيين، عقله كان مع أسرته ورد فعلهم عن اللي عمله، عشان كده ساب القاعة وخرج. ودخل الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي وطلع ورقة ادعى إنها رسالة بعتها منير لإسرائيل، وبيطلب فيها لما كان بباريس
اللجوء لإسرائيل لأنه بيعاني من سوء معاملة العراقيين للمسيحيين، وده طبعا ما كانش حقيقي. الموساد اللي دبر الرسالة دي عشان يرد على أسئلة الصحفيين عن سبب هروب منير بالميج 21 وإنه جه بيها إسرائيل، وراح منير بطيارة هليكوبتر للفيلا اللي كان اختارها لما راح إسرائيل أول مرة، ووصلت الطيارة اللي جايبة أسرة منير من طهران، لكن إخوات زوجته الأربعة سلموا نفسهم للسفارة العراقية في إيران واللي رجعتهم على بغداد. العراقيين كانوا عارفين إن قرايب منير ملهمش أي ذنب في اللي عمله، وعرفوا بعدها إنه تم تجنيده لما كان في رحلة علاجه في باريس، وكمان عرفوا بحكايته مع اليهودي صديقه يوسف منشو اللي مهد طريق التعاون مع الموساد، وتقابل منير مع أسرته واللي طبعا لموه ووبخوه عن اللي عمله، بس ما كانش قدامهم حل غير إنهم يكملوا في إسرائيل بعد ما قلقهم منير من فكرة القبض عليهم لو رجعوا العراق من تاني. وبعدها استلم منير $1,000,000 تمن بيع وطنه، وراح بقى يدور على ليزا اللي قالت له إنها هتستناه في إسرائيل وتعيش معاه على طول، لحد ما عرف الحقيقة إنها مجرد عميلة للموساد قامت بدورها على أكمل وجه، وحس في اللحظة دي إنه باع كل حاجة عشان وهم، وما كانش قدامه غير إنه يعيش في مجتمع ما يعرفش عنه أي حاجة، ورفض هو وأسرته إنهم يستلموا جوازات سفر إسرائيلية بأسماء جديدة، وقال لهم أنا مش محتاج جواز سفر لأني دفنت نفسي حي هنا وللأبد. وعاش منير في إسرائيل ومحسش بأي أمان لحظة، كان دايما خايف من السلطات العراقية اللي ممكن تقبض عليه في أي وقت، ده غير نظرات أسرته ليه ومعاملتهم معاه واللي ما كانش فيها لأي احترام ولا تقدير. وبعد أيام قليلة من وصول الميج 21 لإسرائيل أهدتها لأمريكا عشان يفحصوها ويكتشفوا أسرارها، واللي بالفعل قدروا يدرسوها، وعن طريق دراستها قدروا يحسنوا من أداء طياراتهم الحربية واللي زودوا بيها إسرائيل بعد كده. وبكده تكون انتهت العملية 007، وهو الاسم الكودي للخطة اللي وضعها رئيس الموساد مائير عميد لتجنيد أي طيار عربي يجيب لهم الميج 21، واللي انتهت بنجاحهم في الآخر بحصلهم عليها. منير روفة كان واحد من اللي باع وطنهم، لكن دول قلة، ونهايتهم بتكون انهم عاشوا في وطن جديد دايما هيفضلوا حاسين انهم غرب فيه، بس اغلبية العرب بيرفضوا انهم يبيعوا اوطانهم، امثال شاكر يوسف وحامد ضاحي وغيرهم حاول الموساد تجنيدهم. اسرائيل فازت فعلا بالميج 21 وافتكرت انها هتقدر تواجه العرب بيها، بس النهاية كلنا عارفينها، هزيمتهم في 73، حرب اكتوبر المجيدة اللي عرفت اسرائيل حجمها قد ايه، وان انتصار اكتوبر ما كانش بالاسلحة المتقدمة وبس، كان بحياة كل مصري وطني قدم روحه فدا للوطن. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة، تحياتي.